ترى أيامك يا رمضان تأتي على شوق ولهفة وتمضي على عجلة. ها نحن قد قاربنا على نهاية العشر الأوائل من الشهر الفضيل، نسأل الله الرحمة والمغفرة بعد الإنجاز العظيم لرحلة مسبار الأمل إلى المريخ. كبرت الأحلام وأطلقنا العنان للخيال، حلمنا بقضاء يوم من رمضان على المريخ، وعبر طلاب مدرسة الريان عن هذه الحلم والخيال برسومات تعبيرية رائعة. فلنشاهد معا بعض من هذه الأعمال الرائعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. تحت شعار يد بيد لنتعافى، اتبعت دولة الإمارات العربية إجراءات احترازية للوقاية من هذا الوباء وللمحافظة على سلامة المجتمع وللحد من انتشار هذا الفيروس. ومن هذه الإجراءات تنظيم الصلاة داخل المسجد للمحافظة على التباعد المصلين وللوقاية من هذا الوباء. بعد أن انتهينا من تحديات الأسبوع الأول، والآن إليكم جدول تحديات الأسبوع الثاني، حيث تجدونه مرفقاً على برنامج التيمز. من قبل ما أعلم مدى التطوير الإسلامي، وفي النهاية تقدم بشكل خاص لكل من شارك في هذه التحديات.